مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. الجالية الجزائرية تلبي الدعوة بقوة وتكسر غطرسة ماري لوبا، وهكذا حصر تهديداتها وبدأ غلق المحلات وتخبئة الممتلكات قبل المتوقع. وهذا ما يحدث حاليا في فرنسا مع تهديدات جديدة متبادلة بين لوبا وباقي الجاليات في فرنسا، بداية كما كان متوقعا، ولكون هذه الانتخابات في فرنسا لها تأثير بشكل مباشر على أكثر من 5 ملايين جزائري في فرنسا هرعوا بأعداد مهولة اليوم. لكل من هم مؤهل للتصويت هرعوا لمراكز تصويت وتقديرات تؤكد أنه لم تحدث هبة بهذا الشكل من قبل، ليس من الجالية الجزائرية فقط التي غزت مراكز التصويت وحصروا لوبا وغطرستها التي ظنت أن مشاركة الجاليات ستكون ضعيفة جدا، لتجد كل الجاليات الأخرى أيضا نفس الأمر وبمشاركة قوية، بالخصوص كل جاليات إفريقيا وأهمهم مع الجزائر والمغرب وتونس، ما جعل الأخيرة ترتبك ويبدو أنها منزعجة من حقهم في التصويت، إذ يبدو أنها لو فازت تخطط لحرمانهم حتى من هذا الحق، طبعا بجانب الطرد والترحيل والتضييق عليهم من كل جوانب الحياة لدفعهم إما بالقوة أو طوعا لمغادرة فرنسا. كما أنه من الجهة الأخرى حتى مؤيدو لوبا من الفرنسيين اتضح أنهم نزلوا أيضا في الساعات الأخيرة للتصويت بأعداد كبيرة جدا للمنافسة، فالمنافسة جد مشتعلة والوضع جد معقد وغير واضح إلى غاية الآن مصدر النتائج، وهو ما دفع أصحاب المحلات مجددا لمضاعفة الحماية لمحلاتهم خاصة بتحسينها بالفولاذ والخشب القوي لكل الواجهات، تحسبا لما هو متوقع أن يحدث من شغب ونهب للممتلكات بالخصوص إذا فازت ماري لوبا. وكذلك أصحاب السيارات هربوا سيارتهم لأماكن يعتقد أنها قد تكون آمنة من الوصول لها للتخريب لو حدث. تعيش فرنسا توترا غير مسبوق، وماري لوبا هي من تزيد طين بلة بتصريحاتها التي تستفز المهاجرين وكل الجاليات هناك الذين دخلوا في صراع مباشر معها وكل حزبها الذين لهم نفس المبدأ ضد الجاليات. وبسبب هذا التوتر حصرت الشرطة الفرنسية كل مراكز تصويت لحمايتها من أي أفعال متوقعة قد تخرج الوضع عن السيطرة. لكن حاليا الشيء الملفت والأكثر وضوحا هي المنافسة القوية والمشاركة الكبيرة خاصة من الجالية الجزائرية التي تعد الأكبر هناك والأكثر تأثيرا في أي حدث. لكن حتى مع اتحاد الجاليات كلهم في فرنسا ضد اليمين يظلون أقليات، لهذا زادوا من اتحادهم لإفشال مخطط ماري لوبا ولتكون لهم قوة ضد حزبها لمنعه من الوصول إلى السلطة، خاصة مع الدعم الذي حظوا به من سياسيين وأطراف عدة تريد أن تفشل وصول لوبا للحكم. وللعلم فإن ماري لوبا أحست بالخطر من المشاركة القوية للجاليات الآن، لهذا دعت مؤيديها مجددا في فرنسا للمشاركة بقوة وراحت بأسلوب خبيث تخوفهم من الجاليات وتعدهم بتطهير فرنسا من كل المهاجرين إذا دعموها للفوز بالانتخابات الحالية، وتصور كل خصوم كأنهم أشرار. فتصريحاتها توضح تخبطها من اجتياح الجاليات لكل مراكز التصويت وبدأ التصويت هناك بقوة لإفشالها والمنافسة معها بقوة. ملك المغرب يفشل في المحاولة، وهكذا رفضت تونس الغدر بالجزائر، فكيف حاول إشعالها بين الرئيس بون وقيس سعيد والدول المغربية تصدمها؟ بداية محاولة فشلة من النظام المغربي لإشعال العلاقات بين الجزائر ودول التكتل بالخصوص مع تونس وليبيا ثم المنتظر موريتانيا مؤخرا، حيث أنه بعد أن أقل الرئيس التونسي قيس سعيد الطيب البكوش الذي جتم على رأس الاتحاد المغربي لمدة 8 سنوات كاملة متجاوزا عهدته الثانية بسنتين دون أن يحقق أي تقدم في مسيرة الاتحاد الذي تحول في عهد البكوش إلى فرع يتبع وزارة الخارجية المغربية ويسعى لتحقيق مصالح ومآرب المغرب على حساب مصالح بقية دول المنطقة. وبالتالي كانت النتيجة توقفا تاما للاتحاد الذي يسعى الرئيس قيس سعيد بحكم صلاحيات بلاده داخل هيكل الاتحاد إلى إنعاشه بتعيين أمين عام جديد. فحاول المخزن افتعال توتر ومشكلة بهذا الحدث، لكن جاءه الرد سريعا مباشرة بعد إعلان وزارة الخارجية التونسية خبر تعيين الأمين العام الجديد، حتى اطلعت وسائل الإعلام المغربية ليست للترحيب بالقرار ولكن للتأكيد أن هذا التغيير جاء نتيجة الفشل التكتل الثلاثي والآلية الثلاثية التي تضم الجزائر وتونس وليبيا. الإعلام المغربي اعتبر أن ذلك ضربة لخطط الجزائر، رغم أن بيان الخارجية التونسية أكد أن كل دول الأعضاء وافقت على مقترح الرئيس التونسي بتعيين طارق بن سلمان أمينا عاما للاتحاد المغرب العربي بما فيها الجزائر، بل وعلى رأسها الرئيس بون. فيما أكدت وسائل إعلام ليبيا أن قرار إزاحة طيب البكوش وتعيين بن سالم كان باتفاق قادس دول ثلاثة الجزائر وتونس وليبيا، وكان ذلك خلال اجتماعهم في تونس. ذهبت أبعد من ذلك عندما قالت أن تنقل سامي المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الرباط حاملا رسالة خطية من محمد المنفي إلى محمد السادس
ادعى الإعلام المغربي أنه كان بغاية إعلام الملك المغربي محمد السادس بقرار تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي، وليس كما ادعت وسائل الإعلام. كان بغاية إعلام الملك المغربي بقرار تعيين أمين عام جديد للاتحاد المغربي، وليس كما ادعت وسائل إعلام مغربية التي قالت أن ليبيا ترفض الانخراط في التكتل الجديد. المشكل الأساسي المطروح داخل هذه الهيئة المغاربية هي تواجد مقرها بالعاصمة المغربية الرباط، لأن المخزن يستغل ذلك دائما للضغط على الأمين العام، مستعملا أساليب أصبحت مشهورة داخل نظام محمد السادس، ومن خلالها يسيطر على قرارات الأمين العام وتصريحاته. فهذا ما كان واضحا بشكل مستفز مع الطيب بلبكوش الذي سمح لنفسه بالتهجم على الجزائر في أكثر من مرة، قبل أن ترد عليه وزارة الخارجية الجزائرية وتلجمه، معتبرة حينها أن الطيب البكوش لم يعد أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي، ولكنه أصبح يمارس دورا دبلوماسيا مغربيا. فالآن جاءته الإطاحة من قيس سعيد الذي أبان عن موقف مشرف مع الجزائر. هذا ورغم أن نسبة التفاؤل ضعيفة جدا، إلا أن الأنظار تبقى متوجهة نحو الأمين العام الجديد طارق بن سلمان وما يمكن أن يقدمه، وكيف يمكن أن يصمد أمام ضغوط المخزن واستفزازاتهم؟ أم أنه لن يختلف عن سابقيه وسيكون نسخة أخرى من الطيب البكوش؟ والجهود حاليا كلها موجهة لنقل ذلك المقر إلى الجزائر، وقطع الطريق أصلا كليا على نظام محمد السادس. محمد السادس يدفع مرة أخرى بعمر هلال ضد عمار بن جامع، وهكذا رد مجلس الأمن على اتهامات وشكوى عمر هلال ضد بن جامع ومفاجآت جديدة وتفاصيلها. بداية، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي يلجمون مندوب المغرب عمر هلال ويحرجونه بتجاهل تام ورفض التفاعل مع شكواه الثانية التي قدمها مجددا ضد مندوب الجزائر المحنك عمار بن جامع، والذي بات أشهر مندوب هناك بمشاريع القرارات وجهوده الجبارة التي يقوم بها في مجلس الأمن، حتى أن كل الأنظار الدولية باتت موجهة نحوه ومحاولات عمر هلال لم تؤثر على صورته، كما أن الشكوى والتهم الباطلة التي حاول بها عمر هلال تشويه بن جامع فشلت. فاليوم كل الأعضاء والرئيس لم يعطوه أيضا مجددا أي قيمة، وظل ينتظر أي تحرك منهم، لكنهم لم يعترضوا طريق عمر بن جامع، ولم يوجهوا له أي ملاحظات، ولم يسألوه، والأخير كل عيون على مجهوداته، بل وزاد دعمهم له بمواقفه التاريخية التي يقوم بها. وبهذا تكون الشكوى الأخيرة من عمر هلال، وكل أهدافه قد سقطت أمام عمار بن جامع الذي يعد رمزا وقلم الكثير في الوصول لهذا التحول الدولي والالتفاف العالمي لوقف الأحداث ووضع حل نهائي ودائم، خاصة الآمال كلها مربوطة ليمرر قراره المقبل دون أي فيتو معترض. وبهذا كانت فشلة جدا الرسالة التي وجهها الممثل الدائم للنظام المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي زعم من خلالها أن الجزائر تستغل فترة عضويتها غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتقوية الاحتلال المغربي. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة إحاطة نهاية الأسبوع المنصرم حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم. المثير في الأمر هو أن تدخل سفير الجزائر وممثل